خذني إلى الجلوفال من فضلك. حاضر سيدتي. من هناك؟ مساء الخير سيدتي. استيلا، ألفريدو هنا؟ لا سيدتي، خرجوا جميعا. تحتاجين شيئا سيدتي؟ لا لا شكرا. أستأذنك. ماذا لو فعلت ما قالته لي كاتشيتا؟ وبدلا من التصنع أجري حوارا صريحا معه كي نحاول فيما بيننا إيضاح كل أسباب الشك ونمحو كل العوائق التي تفصل بيننا. من تكونين؟ عفوا، عمن تبحثين؟ أنا فابيانا، الزوجة الأولى لألفريدو روبنسون. أنا غوادالوبي، الثانية. أنت غوادالوبي؟ هذا مستحيل. سمعت عني من قبل؟ نعم، ولكن لو اعتمدت على ما قالوا لي لما عرفتك حتما. طبعا أتصور ذلك، لكن تعلمين لقد تغيرت في المدة الأخيرة. عفوا سيدتي، الحقائب ضعها هنا، سأحضر الأخرى. تفضل. شكرا جزيلا. ألفريدو في المنزل؟ لا. عفوا، هلا أخبرتني ماذا تفعلين هنا؟ عفوا، هذا ما أسألك أنا عنه. أتصور أنك تعلمين أنه حين هجرك بحث عني في روما ليكون إلى جانبي. نعم طبعا، وتركك وعد. وبلغني أن ألفريدو يريد الانفصال عنك. لا 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 لا، أسأت الفهم تماما. أنا أريد الانفصال عنه. لا يهم، كما تريدين. لكن ما لا أفهمه، إن كنتما منفصلين عن بعض منذ ليلة اعترافه لك بالحقيقة، أي بدوافع زواجه منك وخروجك من هنا كالمجنونة، لماذا تعودين اليوم إلى المنزل؟ تعلمين أدق التفاصيل على ما أظن. صحيح، ألفريدو أخبرني القصة كلها، لكنك لم تجيبيني. عدت إلى هذا المنزل ليس بمشيئتي وملء إرادتي، بل لأنه طلب مني العودة، هو أصر على ذلك. صحيح، أستغرب الأمر، أليست هذه أعذارا؟ لا داعي لأن أبتدع أعذارا سيدتي. على كل حال، اطرح السؤال على زوجك السابق. طبعا سأطرح عليه السؤال، وآمل أن يعطيني ردا مقنعا. طبعا سيعطيك الرد، ولكن تأكدي من أنه لن يعجبك كثيرا. ماذا تعنين؟ وما الداعي لهذه الابتسامة؟ أهلا حبيبي، كيف حالك ألفريدو؟ تعرفت الآن إلى، لنقل إنها زوجتك حتى الآن. فجأني كثيرا أن أجدها هنا، ولكن آمل أن ترحل بعد وصولي أنا، لأننا كما تعلم يستحيل أن نعيش معا تحت سقف واحد. أعذريني سيدتي، لكن أرى أن التي يجب أن ترحل هي أنت. عفوا، كما سمعت لا تعنين شيئا لألفريدو سيدتي، وأنا حتى الآن ما زلت زوجته. آه ماما، أظن أن الأمور ستصطلح بين لوبي وألفريدو. لا أعتقد. أتظنين أن لوبي ستسامحه بعد كل الأذى الذي سببه ألفريدو؟
ولكنها تحبه وما زالت حتى الآن هائمة بحبه. لا، لا يمكن ذلك. لقد أخبرتني بنفسها ماما، هي التي اعترفت. اسمعي، لوبي تحدثت معي لفترة طويلة بالموضوع وأخبرتني عن صعوبة تصرفي بعدم اكتراث ولا مبالاة نحو ألفريدو، ومقاومة الميل الذي تشعر به تجاهه وحبها له. آه يا إلهي، بالتأكيد حبيبتي المسكينة تتعذب كثيرا كاتشيتا. لا ماما لا تقلقي، لأني عندما تركت لوبي أخبرتني أنها سوف تذهب إلى بيته، وأنا متأكدة من أنها ستسعى للمصالحة مع ألفريدو. لا أدري، لا أعرف على أي حال إن كان أفضل بالنسبة لها. تعرفين أن ألفريدو أثبت حقيقة أنه أرعن، وربما كل ما يريده الآن هو أن يجعلها تحبه من جديد كي يعود إلى تدميرها. آه ماما لا أظن. أستأذنك مدام. الشاي. تأخرت كثيرا سيرة، قلت لك إنني أريد الشاي في الوقت المحدد تماما. أعذريني سيدتي. والعصير للمادموزيل. عفوا. يجب أن تخدمي ابنتي أيضا بكل احترام. بكل تأكيد مدام، أعذريني آنستي. مادموزيل. مادموزيل، سأحضر العصير على الفور. أي عصير تريدين؟ البرتقال. أستأذنك سيرة. نعم مدام. نسيت أن تضع السكر في الشاي. عفوا مدام. أريد أن أسألك، هل تدفعين أنت ثمن السكر في هذا المنزل؟ أريد 5 ملاعق كاملة. ولكن مدام الحمية. هل تعنين بذلك أني بدينة؟ لا لا حاشا وكلا، سوى أنك أخبرتني عن اتباعك للحمية فقط. ربما كان ذلك سابقا، ولكني عدت الآن إلى رشاقتي، أم لا؟ بكل تأكيد سيدتي، لأنك استعدت بذلك مقاييسك الجمالية وأناقتك ورشاقتك. ضع السكر. دعك من كثرة الكلام وضع السكر في الشاي بسرعة. حاضر مدام. وأسرعي، ابنتي تريد العصير. في الحال مدام. أستأذنك مدام. أستأذنك مدام وزير. أي ماما إنها تخافك. تلك المسكينة. مسكينة هذه؟ كادت تجعل الحياة مستحيلة لجوادالوبي لأنها اعتقدت أن لا أهمية لها في المنزل. لم يكن أحد يعلم حينها أنها الوريثة الوحيدة. صحيح. أخبريني حياتي، كيف تسير الأمور في الشركة؟ هيا أخبريني في الحال كيف تتصرف حبيبتي الحلوة كمديرة للشركة. ليتك ترينها ماما، وكأنها عملت في هذا المجال طوال حياتها، ممتازة، وأنا إلى جانبها أساعدها بكل شيء بصفة سكرتيرة لها. حبيبتي ليتك تعرفين سروري برؤية ابنتي الاثنتين تعملان سوية، ولم يبقى سوى أن تأتي للعيش معنا في هذا المنزل. لا لا ماما، هناك مشاكل كثيرة مع هذه العائلة الغريبة الأطوار. لا أبدا، كل شيء على ما يرام، لأني أنا وجوادالوبي جعلناهم يستقيمون جميعا. اسمعي، كلا الفتاتين تزوجتا، والفتى يدرس ما كان يرغب فيه، فن الرسم. ولم أخبرك أيضا أن لديه خطيبة الآن.
أكاد لا أصدق. أواجه موقفا كهذا حال وصولي. هذه المرأة تسكن في المنزل الذي كان منزلي، كما أنها تختلف كثيرا عما وصفتها لي. ليست عديمة الأهمية وبسيطة جدا. أتمنى لو أنك رأيتها كيف واجهتني وأسلوب معاملتها لي. حسنا، أظنك سمعتها، سمعت ما قالته وكيف تتفاخر بأنها ما تزال زوجتك. أنت أيضا مسؤولة عما حصل. كيف يخطر ببالك المجيء فجأة فابيانا؟ كيف لي أن أتصور أني سأقابلها هنا وأنا على علم بانفصالكما؟ ولكني طلبت منك عدم المجيء. تعرف تماما أنه لا يمكن أن أتخلى عنك. أنت في طور الانفصال عنها أم لا؟ اسمعي فابيانا، ستقيمين في فندق. لا، لنرى كيف ستعالج أمورك، لأني لن أذهب إلى أي فندق، أنا باقية هنا. هل تظن أن هذا هو الأفضل لماريلوسا؟ أنت متأكد؟ طبعا متأكد مما أقوله. نحن لا يمكن أن نسمح بأن تنجب هذه الفتاة طفلا دون أب. لهذا الطفل حق بوالده وبكنية والده. أرتجف كلما فكرت بأن زوجتك ريتا عرضت خدمتها من أجل ذلك العمل. أتت لتقترح علينا أن تجهد لوسيتا ابنها. أجبتها باستحالة ذلك لأننا عائلة مؤمنة. حسنا أجيدة، ريتا دائما هكذا، كما أنها فعلت ذلك عن حسن نية. أما أنا فأريد للطفل أن يولد شرط أن يتزوج والداه. عاتشيو، هل نزوج لوسيتا من ذاك السافل؟ في الحقيقة لا أدري. ببساطة يطلقها في اليوم نفسه وننتهي. اسمع، ما يجمعه الله لا أحد يفرقه. من تحدث عن زواج ديني عزيزتي؟ سيتم الزواج مدنيا أو في المحكمة وانتهى. إن لم يقبل؟ إن لم يقبل؟ سترين عزيزتي، سأشد به من عنقه هكذا وعندها بالتأكيد سيقبل. فهو يعرف ذلك جيدا، لأنه إما يتزوج أو أقتله. من فضلك تشيو، يجب أن تنتبه لما تقوله يا أخي. وأخيرا بماذا فكرتما؟ حسنا اسمعي، تشيو يرى أنه من الأنسب. لا 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 لا، انتظري لحظة، ليس هذا رأيا فقط بل ما يجب أن نفعل. ولكن تعالي يا ابنتي، تعالي اجلسي هنا، تعالي اجلسي لوسيتا. لقد قررنا أن أفضل المخارج لهذه المشكلة هو أن يتزوجك ابنك كوكويلا. ماذا؟ الزواج بالمعنى المجازي لوسيتا، يدخل من هذا الباب يتزوج ويخرج من الآخر مطلقا. ولكن خالي، بهذه الطريقة ستصبحين امرأة مطلقة، وهكذا يحمل ابنك اسم والده وينتهي الموضوع، ونتفادى الثرثرات والأحاديث وننتهي. ولكن خالي، ما يحدث؟ لا 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 لا، داعي لأن تقلقي. حتى ولو أن الفتى لا يريد فأنا سوف أجبره. تعلمين أن خالك لن يتخلى عنك. أي أنكم حسمتم الأمر كما تشاءون. حبيبتي، رأينا أن هذا الحل هو الأفضل بالنسبة لك. صدقيني حياتي، لك أنت وللطفل أيضا. طبعا طبعا، سيتم حل الموضوع اليوم. سأذهب فورا إلى منزل كوكويلا وبعدها. لا تشيو، لن تذهب خالي إلى أي مكان، وأنا لا أقبل بهذه الحلول. ماريلوسا، يجب أن تفهم. لماذا يا ابنتي؟ دعيني أفهم. ماذا تعتقدون، ها؟ أنكم تستطيعون التصرف هكذا بشؤون حياتي حتى دون استشارتي؟ أي مشكلة كبرى هذه؟ يا ابنتي أنت ما زلت صغيرة ولا تعرفين ما الأفضل لك. أعرف ما أشعر به خالي، لن أجبر أحدا أن يتزوجني ولا أريد اسم عائلتي أحد. أنت مجنونة لوسيتا، ألا تفكرين بمستقبل ابنك؟ سأنجب طفلي تشيو وأكون أما عازبة، ولن أشعر أبدا بالخجل من ذلك. سوف أربيه وأكافح لأجله دون أن أحتاج إلى أي رجل. أريد أن أعمل. أبلغكم الآن، انتهى عهد ماريلوسا الطفلة التي كنتم تحددون ما يجب أن تفعله. بما أني سأصبح أما، سأبدأ الآن بأن أصبح امرأة. هذا هو قراري تشيو، وأرجو منكم أن تحترميه. أتسمعين؟ نعم.
أصابك مكروه؟ لا، ماذا تريد؟ كنت أريد التحدث معك بخصوص ما حدث، موضوع مجيء فابيانا إلى هنا. لم أكن أتوقع مجيئها، والحقيقة لم أرغب في ذلك. لماذا تشرح لي الموقف ألفريدو؟ لم أطلب منك إيضاحات. أوضح لك الأمر من باب اللياقة، وإذا رغبت بأن تعلمي فإن فابيانا تريد البقاء هنا لبعض الوقت. حقا؟ نعم، وهي امرأة قوية الإرادة، سأضطر لإخراجها بالقوة وإرغامها على أن... أعتبر هذا موضوعا بينك أنت وبينها. رائع، لو تعلق الأمر بي لطردتها، ولكن هذا المنزل أيضا هو لعمة أوليفيا. طبعا، وتعلمين أنها وعمة أوليفيا على علاقة طيبة، ولعمة كل الحق بأن تستقبل كل من تراه مناسبا. سوف أطرح عليها الموضوع، ولكني لا أعرف ما هي ردة فعلها. ألفريدو، لا داعي لأن تواجه المشاكل بسببي، فلتبقى، لا يهمني ذلك. مع أنني أرى أن الظروف غير ملائمة بالنسبة لك ولي أنا ولها أيضا. اسمع ألفريدو، هل تعلم؟ فلنتحلى بقليل من الصبر، كما أني بعد أشهر سأنال حريتي، وأنت أيضا. إذن أنت الآن حامل في الشهر الثالث. صحيح، بالكاد ألاحظ ذلك. أظنك بعد فترة ستضطرين للتخلي عن العمل. سوف أعمل طالما يحلو لي العمل، طالما أستطيع. ألن تكوني هنا أفضل غوادالوبي؟ لست مضطرة للذهاب إلى العمل لتلاحق المسائل المتعلقة بالزبائن. ماذا؟ سأكون أفضل هنا، أتحمل وجودك طوال النهار؟ تفضلين إذن تمضية نهارك في المكتب لتتحملي ريكارديتو. هذا محتمل، ربما. تعلمين، كوني حذرة غوادالوبي، إن لم يكن لأجلي فلأجل الطفل الذي تنتظرين. أنا سأهتم بشأني، وأنت لا تزعج نفسك، ها؟ لا تقلق. الطفل هو عقبة كبيرة لم أكن أتوقعها. تصوري ذلك، ألفريدو لم يرزق بأولاد، فخلال سنوات زواجكما أنت لم تنجب له طفلا. يا إلهي، كم أكرهها. فابيانا، بل أحتقرها، تنتزع مني حب ألفريدو، ستمنحه طفلا، كل ما أتمناه هو ألا تنجبه. ماذا لو أصابها مكروه؟ ماذا لو أن الطفل لم يولد؟ أليخاندرو حبيبي، يا إلهي أين ذهب؟ صباح الخير حياتي، ماذا أصابك؟ لماذا أنت حزينة؟
ما بك؟ أخاف أن غيابك. ولماذا شعرت بالخوف؟ لأني فتحت عيني فجأة واستغربت وجودي في هذا المكان. بحثت عنك وناديتك فلم تجبني. أي حبيبتي، لم أجدك حبيبي. لا يجب أن تخافي، لقد تركت لك ورقة هنا، صدقيني. في البداية لم أرها فخفت من البقاء وحدي. ولماذا؟ لا أدري، لا أدري. لا تدرين لأنك مجرد غبية لا أكثر. ذلك أنك لا تقدر وضعي. عندما لا يستطيع المرء الاعتماد على نفسه تختلف الأمور. صحيح. فيرتبك وينتابه أيضا إحساس وكأنه شعور رهيب، ويتأكد فعلا من أنه معاق. لا أبدا حبيبتي، أنا هنا معك وسوف أعتني بك. أنا جادة أليخاندرو، لاحظ أني كنت سابقا جريئة واليوم أشعر بالخوف لمعرفتي بأنه إذا تعرضت لمكروه فلن أتمكن من الدفاع عن نفسي. كفى من فضلك، إذا أصابك مكروه فسأكون أمامك للدفاع عنك وكل ما يستلزم الأمر، أتفهمين؟ حبيبي لا لا لا، لا سأقولك داني. لا لا اتركني. أنت امرأة كسولة جدا، هناك أشياء ينتبه لها المرء بعد الليلة الأولى. ماذا تقصد؟ أقصد أني كنت أنتظر طوال الوقت علك تصحين لتذهبي معي، إنما لا شيء. وكنت تشخرين أيضا. أنا تشخرين؟ أنا أشخر؟ نعم أنت كاذب، أنا لا أشخر. تنفين ذلك؟ سأسجل صوتك ليلة ما كتسمع بنفسك، فشخيرك كذا يوقظ الجيران. صحيح. لا حبيبتي كنت أداعبك، نومك ملائكي وأنت رائعة، حتى في نومك أنت جميلة. بما أني لم أجد طعاما هنا ذهبت إلى السوق لشراء بعض الحاجيات كي أحضر فطورا مميزا. إذن ماذا اشتريت؟ حسنا، لدي هنا البن والخبز، نقانق، جبنة وبيض، كل شيء. والطقس في الخارج ممتاز، الشمس والهواء النقي والبحر، ونحن معا وحدنا. أنت سعيدة؟ نعم جدا، ولكن أين تجدين هذه العبارة؟ لا أستطيع الذهاب معك أليخاندرو، لم أستطع الذهاب معك إلى السوق منذ قليل، ولا أستطيع الذهاب إلى الشاطئ. من قال ذلك؟ على كرسي متحرك. من فضلك. لا أستطيع السباحة في البحر، قبل أن نتمكن من معاودة السير لا نستطيع شيئا معا. لا نفعل أشياء كثيرة معا، ولكن نستطيع أن نفعل غيرها. وما هي؟ ربما نستطيع أن نقرأ سوية ونسمع الموسيقى ونحب بعضنا. ما رأيك؟ تشيو، تشيو من فضلك، أتظن أنه بالإمكان التحدث معك لحظة؟ أنا أمامك، ماذا تريد؟ لا، ليس بهذه الطريقة وليس بهذا الأسلوب، نحن لم نعد أطفالا تشيو، أوكي؟ أرى من الأفضل أن نحاول ربما أن نبحث عن 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 حل ما للمشكلة ونسعى لمعالجتها بوسيلة ما. معالجتها؟ وهل ترى أن ما فعله ابنك لقريبتي يمكن معالجته سيرجيو بعد أن دمر حياتها؟ إيه؟ أعرف أنه لا يمكن، وهذا ما يؤسفني، يؤسفني من كل قلبي تشيو، صدقني، لكن الحياة هكذا. الحياة هكذا؟ وليتنا نستطيع إعادة الوقت إلى الخلف لنتحاشى حدوث بعض الأمور التي تؤذينا. ماذا تعني؟ تشيو، بأية وسيلة أستطيع أن أفهمك أني متأثر من الموضوع، حالتي سيئة، حالتي سيئة فعلا، وحال ابني أسوأ من حالي. إياك أن تذكر لي ذلك السافل. إنه نادم، وهذا لن يحل شيئا. أعرف أنه لن يحل شيئا، أعرف ذلك، ولكن الفتى مستعد لمعالجة خطأه. صحيح صحيح. تشيو تشيو، لنرى إن كنت ستفهمني، علنا نعالج المشكلة. أنت إنسان صالح وأنت رجل شريف، كيف سيعالج خطأه؟ لا أنا ولا أنت تشيو، لا أنت ولا أنا، نريد أن ينتهي الأمر بكارثة، أو أن تعود لإشباع الفتى ضربا وتسعى لقتله وتصر على شتمه. أنت لا تسعى لذلك، صحيح؟ ولا أنا. مهما كانت المشكلة يمكن حلها، سنجد حلا. حسنا، ولكن كيف؟ أنا على استعداد، اسمعني جيدا،
لإقناع تيتون بالزواج من ماريلوسا قريبتك. صدقني بكل جدية، يمكنه أن يتزوج من الفتاة ويمنح الطفل كنيته. احتفظ بكنيتك الملوثة. كفى تشيو، اسمع ما سأقوله لك، لن يكون أي زواج. خفض صوتك. لن يكون أي زواج، أتفهمني؟ واعلم جيدا، أبلغ ابنه أنه نجا لأن ماريلوسا قريبتي لا تريد أن تعرف شيئا عنه، ولو لم يكن ذلك. تشيو، تشيو، ما من مشكلة إذا. اسمع سيرجيو. ليس هناك مشكلة. اسمع سيرجيو، انسى الموضوع بكامله، انسى، وليس هناك أي مشكلة، انسى الموضوع. ما الذي أسمعه؟ الحمد لله يا إلهي، الحمد لله، الحمد لله. أريتا، أشعر بالكآبة حين أفكر بأن هذا الموضوع أريتا سينتهي بأسوأ النتائج. ولكن ابنك كان السبب. أعرف ذلك ولا أبرر ما فعل. صدقي أني لم أكن أعرف شيئا. لقد علمت بذلك يوم الزفاف حين أراد زوجك تشيو أن يقتل ابني ريتا. لحسن الحظ لم يحدث شيء. كان يمكن أن يحدث. أريتا، أريتا، من فضلك ريتا، أرجوك ساعديني، أقنعي زوجك بأن لا يفعل شيئا لابني. لا، اهدئي، تشيو قد يكون عصبيا ولكن قلبه طيب. صحيح. أريتا، لو أنه كما تقولين فعلا، فأنا مستعدة لفعل أي شيء لمجرد أن تهدأ الأمور. حسنا، عليك القيام ببعض الحمامات وعلاج كامل لتنظيف الجسد والروح. سأفعل كل ما تريدينه. اتركي الموضوع لي وتأكدي من عدم وجود أي مشكلة. ولكن أسوأ ما في الأمر هما العجوزتان شقيقتا تشيو، فهما ترفضان إخضاع ماريلوسا للإجهاض. هل قلت للإجهاض؟ لعملية إجهاض؟ ألا تعرفين ذلك؟ ابنك الحبيب ينتظر طفلا، ماريلوسا حامل منه. هلا، كما ترين ماما وبابا لم يعودا، دانييلا ذهبت لأنها تزوجت، وبعد عودتها ستعيش في منزل أليخاندرو. أنت تأتين بين الحين والآخر، وهنري يقضي الوقت خارج البيت. أنا هنا وحيدة غوادالوبي. غير صحيح تيانا، لديك رودولفو، حاولي التقرب منه أكثر، إلجئي إليه تيانا. لا يمكن، لا أرى أنه يجب العكس، من الأفضل أن ننفصل. ما زلت تصرين على ذلك؟ مرة ما يكفي من الوقت لتفادي الثرثرات. من الأفضل أن نضع حدا للخطأ الذي ارتكبناه بزواجنا. وماذا ستفعلين بعدها؟ لا أدري، لا أدري، ربما أعمل. أنا بحاجة لأن أعطي لحياتي معنى. ديانا، أنتما الاثنان يمكنكما إنقاذ زواجكما لو تحاولان قليلا ديانا لتستمرا معا، كما أني واثقة من أنكما متحابة. في لحظة ما ظننت هذا أيضا. رودولفو أكد ضرورة أن نحاول، وخصوصا لأجل الطفل، لكني فقدته، ورودولفو لم يعاود التحدث بالأمر، لم يظهر أي إحساس بالحنان، بل بالعكس عاد يخرج في الليالي ويأتي متأخرا، كما أني أظنه يلجأ للمشروب. لا يمكن، لا، يجب أن أنتهي من ذلك. سأطلب منه أن يحمل حقائبه وأن يرحل، لا أريد الاستمرار معه. ديانا، لكن اعذريني غوادالوبي، فعلا تأتين لزيارتي وأزعجك بالشكوى. لا يهم، هكذا تخففين عن نفسك وتخبرينني عن أمورك وتبكين على كتفي. لا كفى غوادالوبي، فلنترك الأمر هكذا، البكاء ليس حلا. ولكن خبريني أنت، كيف تسير مشاكلك؟ يبدو أنها تتعقد ديانا.
علي الآن أن أتحمل الزوجة السابقة لألفريدو. ماذا؟ ولكن كان متزوجا؟ أجل، واسمها فابيانو. تصوري، حال وصولها إلى المنزل استقرت فيه. وهل سمحت لها؟ طبعا سأسمح ديانا، تصرفت وكأن الأمر لا يهمني. ولكن تعلمين كم يزعجني الموضوع. وما صفاتها؟ جميلة وأنيقة وبكل بساطة كريهة جدا، كما أنها وقحة لأنها قررت أن تبقى في منزل زوجها السابق ألفريدو وتسكن فيه مع زوجته الحالية. غوادالوبي، لما لا تغادرين؟ لا ديانا، اسمعيني، على أي حال لا أفهم لماذا أردت العيش هناك، لما تستمرين مع ألفريدو؟ هناك أسباب كثيرة، أسباب كثيرة أعرفها وحدي، كما أني ديانا لن أترك بسببها، لا بل هي من يجب أن تترك. كم هي جميلة غوادالوبي في هذه الصورة. إنها جميلة فعلا، لكن من هذا؟ ليس ألفريدو. أويلي، وما أهمية ذلك؟ لا يهم أبدا، ولكنها ما زالت متزوجة وهذا لا يناسبها. صحيح، متزوجة من عديم الحياء الذي سبب لها الأذى. قد يكون عديم الحياء ولكنه زوجها ويجب أن تحترمه. لنرى. لكنها جميلة جدا، انظر. السيد ريكاردو رويز، لا أعرفه. أهلا، كيف حالك؟ أهلا. أهلا، ماذا تخفين؟ لا شيء، لا شيء. لا، لا شيء. يا إلهي، هل رأيت ملامحه؟ فعلا، الغضب الذي بدا عليه ينبئ بما ينتظر لوبي. علمت الآن لما بقي ألفريدو معك. صحيح، أخبار مشوقة. اهتمامه بك لا يتعدى الطفل الذي تنتظرين. من حسن حظك أنك حامل منه. تعتقدين؟ رابط جيد للاحتفاظ به. اسمعي، كل ما أريد أن أفعله بالروابط التي تجمعني بألفريدو هو قطعها. أوليفيا أخبرتني أنك لا تريدين الاحتفاظ بالطفل، وأفترض أن هذا نابع من الشعور الذي تحملينه لوالده، خصوصا وأن هذا الجنين هو ثمرة الانتقام. حملت به عندما كان ألفريدو يكرهك بكل أحاسيسه، وأنا أعرف تماما ذلك الحقد الذي حمله منذ أن كان طفلا، ويمكن القول أني أيضا كنت ضحية لهذه المشاعر. تعرفين لماذا انتهت علاقتنا الزوجية؟ بسبب الكراهية العمياء التي كان يكونها لعائلتك. كانت حياته مكرسة لتحقيق هدف معاقبة الذين أبادوا له عائلته. كان هاجسه الدائم يشبه الجنون. ألفريدو رجل غامض يعيش بمرارة ولا يستمتع بشيء، لم يستطع أن يسعد قبل أن ينفذ الانتقام الذي يسعى إليه. كان هذا السبب الوحيد لانفصالنا، لهذا عندما حقق ذلك الحلم أسرع يبحث عني وعاد إلى قبلاتي وإلى حناني وإلى عواطفي. أتعلمين؟ قال لي شيئا آخر يختلف تماما. أخبرني أنه فعل ذلك كي يهرب مني. صحيح، هرب منك بكل تأكيد، ليس لكرهه بل لأنه يحبني. ألفريدو تعلم أن يحبني. لا عزيزتي، لا تصدقي ذلك. ليتك رأيته هناك معي في روما، وكلما تمتعنا به وكم أحبني. كان مسرورا لا يعرف معنى القلق، لم يكن يفكر بشيء مما تركه خلفه، بما في ذلك أنت بكل تأكيد. كم كان يشعر بالسعادة معي، كنا نقضي الوقت نحب بعضنا.
إلى أن ظهرت أنت بهذه المشكلة. ابنك هذا يفصل بيننا، يقف حاجزا بيننا. ثقي بأنها ليست رغبتي، بل بالعكس أريد أن أعفيه من كل المسؤوليات. ليتك تعرفين كم أتمنى الحصول على الطلاق لأنال حريتي، علّه يتحرر أيضا. صحيح، طبعا أتفهم ذلك. يبدو أن رجلا آخر ظهر في حياتك. شاهدت صورتك معه اليوم في الصحيفة، كانت ملامحك واضحة جدا، كنت مبتسمة ومسرورة للغاية مع ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك يا غوادالوبي؟ أنت إذن من أخبره صح؟ وماذا إن فعلت؟ أجيبيني. اسمع ألفريدو، لا أسمح لك بالصراخ ولا بمعاتبتي. حذرتك من فعل ذلك، وخصوصا أمامها ألفريدو. لما تستعرضين نفسك مع مغفل آخر؟ إنها تسيء احترامك ألفريدو، اقطع صلتك بها، أطلب منها أن ترحل. لا، من سيرحل هي أنت. اسمعي عزيزتي، أنت مجرد غانية. أطرد هذه المرأة على الفور ألفريدو. غوادالوبي لا داعي لهذا التصرف. إما أن ترحل هي أو أرحل أنا، اختر. أطردها ألفريدو، أطردها في الحال، هي التي يجب أن ترحل. هيا ألفريدو، حدد من منا ستبقى. ولكني أتيت لأسألك عن سبب وجود هذه الصورة المشؤومة في الصحف. وأنا لا أريد أن أجيب على سؤالك السخيف هذا. اسمعي غوادالوبي، أعلم جيدا ألفريدو، إما أن تخرج هذه المرأة اليوم من هنا أو أرحل أنا. ها، وأعلم أني لا أهتم بتهديدك، وفي هذه اللحظة كل شيء بالنسبة لي سواء. أنت تزيدين الأمور سوءا، ومن ستتعرض للأذى هي أنت، أحذرك من ذلك. بالنسبة للأوراق التي وقعتها ألفريديتو، افعل ما تراه مناسبا. وبالنسبة للطلاق، لنرى ما ستقول للقاضي وأنت تستضيف في منزلك زوجتك السابقة. جميل جدا. مع أنك متزوج مني. رائع، بدأت تفهمين بالقوانين أكثر مني. وتأكد جيدا، رغم أني لست محامية، تعلمت الدفاع عن نفسي منك. مهلا غوادالوبي. تذكر ما قلته لك ألفريدو، إما أن تطردها هذا اليوم أو أرحل. يا إلهي ألفريدو، أخبرتني بأنها خجولة ومسكينة جدا، هذه المرأة وحش كاسر. اسمعي فابيانا، عليك أن ترحلي. ماذا؟ كيف تطلب مني ذلك؟ لا يمكنك بهذه الطريقة، لن أسمح لها بتحقيق ما تريد. لكن غوادالوبي على حق، لا يمكن أن تقيمي هنا، نحن ما زلنا متزوجين. أي أنك ستحملني المسؤولية؟ لا أحملك المسؤولية، لكن غوادالوبي على حق، لا يمكن أن نسكن هنا ثلاثتنا، إنها زوجتي. لكن كما أنك قل لي كيف تقف إلى جانبها. فابيانا، أتيت إلى هنا دون إذني. ألم ترى هذه الصورة في الصحيفة؟ ألم تسمع ما كانت تقوله؟ صرخت بوجهك، كيف تسمح لها بكل ذلك؟ ستطردني أنا من هذا البيت؟ من البيت الذي عشت فيه كزوجة لك؟ لم تعودي كذلك، هي الآن زوجتي. تلك الأفعى، لا تشتميها. متوحشة، لا داعي لإهانتها. ألفريدو، كيف تقول لي ذلك؟ فابيانا، اجمعي أغراضك، سأوصلك إلى الفندق. يخيفني التفكير باقتراب موعد المحاكمة، هذا الحزن لا يحتمل بيرلا. إذا لم يصدروا حكما بحقك تغادرين في الحال. لا مامي، لا تفكري بذلك، لأني لن أرحل. لكن بيرلا، بيرلا حياتي، بعد كل ما أصابك ما زلت مصرة على الاستمرار مع هنري رغم ما تعرفين؟ ماما، لا يهمني أن يكون من آل سامبرانو. إلى جانب كونه سامبرانو، هو ورطك بهذه المشكلة، بسببه حدث كل ذلك. صحيح مامي، ولكن تحديدا بسبب ما جرى. تأكدت جيدا من أنه يحبني، ماما ضحى بنفسه لكي ينقذني، أحبه اليوم أكثر. بيرلا، هل يعقل ذلك؟ هل يعقل؟ ونحن بسببه نعيش هذا القلق ونمر بهذه الظروف العصيبة؟ لهذا السبب تحديدا. اسمعي مامي، في هذه الظروف العصيبة بالذات تأكدت تماما من إنسانية ونبل هنري، والأهم من ذلك ماما، تأكدت جيدا من أنه يحبني، يحبني بقدر ما أحبه. كفى بيرلا، لن أسمح لك. ماميتا، كنت دائما حريصة على احترامك، وكنت دائما أطيعك، هذه أول مرة أواجهك فيها، افهميني ماما من فضلك. لا يمكن أن أسمح بأن تبعديني عن هنري، لن أسمح بذلك ماما، لأني أحبه.
أوليفيا، أوليفيا. ماذا أصابك؟ ما بك؟ ألفريدو طردني من هنا، يجب أن أرحل. لكن لماذا؟ ماذا جرى؟ طردني إرضاء لتلك المرأة المشؤومة. لقد ضربت أوليفيا. ألفريدو ضربك؟ لا، بل هي، وخيرته أيضا، إما أن أرحل أو أن ترحل هي أوليفيا. ألفريدو قرر أن أكون أنا من ترحل عن هذا البيت. ما رأيك؟ يفعل ذلك بي. اهدئي، اهدئي، لا داعي لهذا البكاء. لكن غوادالوب ستدفع الثمن لأنها لا تعرف من أكون. ستكون معركتنا قاسية، صحيح، سأخرج من هنا، لكنها لم تهزمني بعد. إنها لا تعرفني جيدا، لا تعرف بعد من أكون. علمت بخروجك مع ذلك الشخص لأن أصدقائك في النادي كانوا يقرؤون الخبر بكل اهتمام. شيء جميل، صح؟ صورتك مع ذاك الرجل في الصحف كي يعتقد الناس بأنك على صلة غرامية به. ألفريدو، هذه المرأة سترحل أم لا؟ لا أحب أن يسخر مني أحد، غوادالوبو. أنت وعقدة من يدعي الرجولة. فكري بما شئت، لكني لن أسمح بأن تسخري مني. ألفريدو، إما هي أو أنا، مفهوم؟ سترحل هي، غوادالوبو، ولكن ليس لأنك تريدين ذلك، بل لأن هذه أوامري. ألفريدو، متوحش، مغرور. تتحدينني غوادالوبو، سأعلمك احترامي. لا يمكنك أن تسخري مني، أحذرك. وأحذرك من شيء آخر. ماذا أصابك غوادالوبو؟ ما بك؟ حياتي، حياتي، ماذا أصابك غوادالوبو؟ ماذا أصابك؟ أجبيني من فضلك. سمعت صراخا من غرفتها. غوادالوبو، غوادالوبو حبيبتي، سامحيني، أصبت بالجنون. غوادالوبو، أحبك كثيرا حياتي، سامحيني غوادالوبو. ألفريدو، ماذا حدث؟ لا أعرف ماذا حدث، كنا نتشاجر وفجأة ساءت حالتها. لكن ماذا أصابها؟ عمتي، لا أريد أن يصيبها مكروه بسببي. غوادالوبو، نبضها يبدو ضعيفا، يجب أن ننعشها. لم أشأ أزعاجها. لا تخف، أحضر الكحول، أحضر الكحول. الكحول من غرفتي بسرعة ألفريدو. رأيته؟ رأيت تصرفاته؟ يبدو خائفا، قلقا عليها. رأيت ذلك. أصيبت بصدمة عند وقوعها؟ وماذا لو سبب ذلك؟ سيكون ذلك الحل المناسب، سيوفر علينا العمل. انتبهي، يبدو أنها بدأت تصحو. غوادالوبو، ماذا تفعلان هنا؟ ماذا حدث؟ أغمي عليك، لا أدري إن كنت تمثلين، لأن تصنع الإغماء أصبح أسلوبا قديما جدا للسيطرة على الرجل وإخافته. اذهبي، اذهبي من فضلك. أتيتك بالكحول. غوادالوبو، ماذا أصابك حبيبتي؟ أعذريني أرجوك، لم أشأ الإساءة إليك. لم أصب بشيء ألفريدو، أتركني. غوادالوبو، كيف تريدين أن أتركك وأنت؟ ألفريدو، لا تبالغ، ألا ترى أنها أصبحت بخير؟ لابد أنها أرادت إخافتك. دعوني، دعوني كلكم. غوادالوبو، اسمحي لي. أخرجوا من غرفتي، أخرجوا. ألفريدو، هيا. عمتي، ولكنها. ألفريدو، لنخرج، تريدنا أن نتركها وحدها وسنفعل ذلك. هيا، تعال. يا إلهي، ليس هذا. يا سيدة غوادالوبو، أحميني من فضلك كي لا يصيبني مثل ديانا. لا، ليس ابني، ليس ابني، ليس ابني، ليس ابني. آي دوريتا، أصبحت الآن أكثر هدوءا. سوف تكون هادئا، وسيكون لدينا كل الوقت اللازم كي تهتم بي. طبعا سأفعل، وأريدك أن تعلم وتسعى بإرضائي طالما أن كل يوم وكل ساعة، كل ساعة وفي كل مكان حيث تشاء، وكل يوم في كل لحظة ستكون معركتي كلها معك، ولا أحد سواك، حياتي كلها معك.
لكني أريدك أن تتذكري شيئا وألا تنسيه أبدا. لنرى ما هو. أهم شيء بالنسبة لي هما ولدي. أوكي؟ ضعي ذلك في رأسك هنا، وأقلق عليهما كثيرا. أفكر بتيتون وأفكر أيضا بتشينا لأنها طفلتي، ولأن طفلتي بريئة. ابنتي هذه طيبة جدا دوريتا كالأطفال. أهلا خالتي، اعتقدتك ماما. أمك ذهبت إلى النوم، يبدو أنها متعبة. ماذا ستفعلين؟ أنا كنت أريد النزول قليلا لأتنشق بعض الهواء، كما أني لم أغلق باب الخدم لأني لم أشأ أن يستيقظ أحد. ولكن حبيبتي، ستخرجين بهذه الملابس؟ نعم، تبدين نصف عارية. لا خالتي، كل ما في الأمر أني أشعر بالحر الشديد وأريد أن أتنزه قليلا. ولكنك بالغة الإثارة. صحيح. عفوا، كنت أعني لا، في الحقيقة لا يوجد أحد في الشارع بهذه الساعة. ظننت أن والدك هنا. سأعود في الحال، لن أتأخر. أوكي، انظري كم الساعة وزوجي لم يعد. أليسيا، لا يمكن، أكاد لا أصدق. لا أرى داعيا لأن أكون متفهمة مع سيرجيو كما تقولين. إليك تصرفاته معي، مع أني اتبعت نصائحك بحذافيرها. سيستمر ذلك حتى أتعب. وتذكري أني أملك عنوان هذه المرأة. حبيبتي، كيف حالك؟ أوه، شقيقة زوجتي العزيزة ونور هذا المنزل، كيف حالك؟ ما أخبارك؟ أهلا حبيبتي دميتي. هل ستخبرني من أي جحيم تأتي الآن؟ انتظري لحظة واحدة. كنت أتحدث مع تشيو من أجل حل مشكلة تيتون، وأراهن بحياتي. فالحديث مع تشيو رهان على الحياة، وتستقبلينني هكذا؟ لا، من فضلك. صحيح. أي أنك كنت إذن تسعى لحل مشكلة تيتون بهذه الساعة، حتى هذا الوقت؟ بكل تأكيد أليسيا، حتى هذا الوقت كنت أحاول إقناع هذا الرجل وتهدئة ذاك الرجل، ولكن انتهى هذا الموضوع بكامله ولن يفعل شيئا لولدنا. انتهى مصدر القلق تماما، حمدا لله. تعني إذن أن أسباب القلق اختفت؟ اختفت؟ لا، تماما. صحيح؟ هل تعني أن الموضوع انتهى كليا؟ انتهى كليا، أصبح بهذا الحجم. لا، لم يصبح هكذا. لا، لم ينتهي هكذا، لأنه سينتفخ ويزداد انتشارا سيرجيو. لماذا حبيبتي؟ ما الأمر؟ لأن تلك الفتاة حامل وستنجب طفلا من تيتون. يا إلهي، يا إلهي، يا لهذه المشكلة. ماذا تقولين؟ سيفعل ما أطلبه؟ اتفقت معه؟ أرانجو، أريدك أن تستخدم أناسا يستحقون الثقة. حسناً حسناً، سأثق بك. متى؟ أوكي، أبلغني إذن. إلى اللقاء. إلى أين؟ أريد الخروج. كان مشهداً ناجحاً بالأمس. أسابق القلق لمجرد إغماء تلك المرأة؟ مجرد إغماء كاد يأتي بعواقب خطيرة بسبب حالة غوادالوبي. ما أخافك هو احتمال أن تفقد طفلها. لا أحد يعرف ما قد يحدث في حالة كهذه. لا تخف، هي ليست ضعيفة. ماذا حدث بينكما؟ أبدا، تشاجرنا وفقدت أعصابي. عندما دخلت إلى الغرفة سمعتك تقول لها اعذريني وأشياء أخرى. ماذا حدث؟ ضربتها؟ كيف تفكرين بشيء كهذا؟ من فضلك، كل ما في الأمر أني كنت مزعجا جدا، وحين أمسكت بها ارتجفت بين يدي وعلى الفور ساءت حالتها. لم أسيطر على نفسي. وكم ندمت على ذلك بعدها، لقد كنت خائفا جدا. لو أنها كانت تسمعك. حسنا، ربما كانت تسمعك وتصنعت الإغماء. تعلمين أنك تفترضين أشياء كثيرة غير صحيحة. ربما أخطئ في أمور كثيرة ألفريدو،
إلا أنك مجنون بحبها. تعرفين مشاعري نحوها ولم أخفها عنك يوما. أخبرتني أن كل اهتمامك مركز على الطفل الذي ستلد. هي وهذا الطفل شيء واحد بالنسبة لي. لقد دخلت حياتي من خلال رغبتي بالانتقام، أما اليوم فهي تحتل مكانا مميزا في قلبي وليس من السهل إبعادها عني، صدقيني. عليك أن تحاول ألفريدو، لأنك مع هذه المرأة لن تجد السعادة، فأنت رغم كل شيء سببت لها الكثير من الأذى. وإلى جانب ذلك ألفريدو، هي تكرهك، افهم ذلك، لأن ما تبحث عنه الآن هو أن تجعل منك ضحية لها. هذا ما أريد أن أخلصك منه. أريدك أن تعلم أنا من يحبك، وأنا الوحيدة التي ستحبك إلى الأبد ألفريدو.